السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد الواجدي يوتيوب لأحوال الطقس إذا متابعي جديد أحوال الطقس على المناطق الجزائرية إليكم هاته النشرة الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر ليوم الخميس السادس من شهر فيفري 2020 اذا نبدا نبدا بحول الله بالفتره الصباحيه متباينه كلام حيث نتوقع سحب متلاشيه من حين لاخر على المناطق الغربيه دون فعاليه واجواء ايضا صافيه مشمسه على المناطق الوسطى وايضا المناطق الداخليه والهضاب العليا اجواء ايضا غائمه كليا على المناطق الشرقيه مع بعض الزخات المطريه المنتظره على ولايه سكيكدا ولايه بجايه ايضا ولايه قسنطينه ولايه ام البواقي وولايه أيضا تبسه بحول الله تعالى اجواء ستكون بحول الله تعالى غائمه من حين الاخر على ولايه الطارف وولايه عنابه ان شاء الله اجواء صافيه مشمسه على باقي المناطق الصحراويه على العموم بحول الله تعالى الى غايه اقصى الجنوب في الفترة المسائية متابعينا الكرام نتوقع صفاء في احوال الطقس على كل المناطق الجزائريه باستثناء تسجيل بعض السحب الكثيفه العابره على الولايات الشرقيه الساحليه والمناطق الداخليه الشرقيه الى غايه الأوراث ايضا المناطق الجنوبيه الشرقيه ولايات بسكره وديسوف سوف ولمغير والمغير قد تشهد بعض السحب الكثيفه العابره لكن دون فعاليه من المتوقع متابعينا الكرام بعض الزخات المطريه الغير مستبعده على ولايه قسنطينه قالما و وولايه ام البواقي ان شاء الله كما قلنا اجواء صافيه على المناطق الصحراويه المتبقيه نمر معكم الى درجات الحراره والبدايه بدرجات الحراره الدنيا متابعينا الكرام سنسجل اجواء بارده جدا على المناطق الشرقيه نتيجه لتوغل هواء بارد قطبي شمل المناطق الساحليه الشرقيه والمناطق الداخليه وعليه سنسجل درجه واحده تحت الصفر الى درجه واحده فوق الصفر على ولاية باتنا خنش لوج و البواقي ما بين ثلاثة إلى خمس درجات على قسنطينة قلمة راس وصولا إلى الصيف وبرج بوراريج أيضا ولاية بويرة تيارت وولاية الجلفة أيضا ولاية المسيلة سنسجل ستة درجات مع شمال الصحراء والوحات وصولا إلى منطقة الصاورة ولاية بشار ثمانية درجات مع ولاية غرداية والمنيعة المناطق الغربية الساحلية الوسطى والشرقية سنسجل درجات حرارة متقاربة ما بين 11 إلى 12 درجة إلى غاية المناطق الغربية المناطق الغربية الداخلية ولاية سيدي بلعباس السعيدة ولاية معسكر غريزان وتلمسان سنسجل ما بين ستة إلى سبع درجات المناطق الجنوبية خاصة المناطق الجنوبية الشرقية أيضا مسها تقريبا الهواء البارد أين سنسجل على ولاية ورقلة أربع درجات على ولاية إليزي وجنات ومرتفعات الهقار والتصريس سنسجل صفر درجة إلى ثلاث درجات فوق الصفر ولاية أدرار ولاية ندوف ولاية مراس برج بجي مختار وعين صالح سنسجل ما بين عشرة إلى ثلاثة درجة. أما درجات الحرارة القصوى متابعينا الكرام ليوم الخميس كما قلنا سنسجل درجات حرارة تقريبا حارة نسبيا وتقريبا متفاوتة على المناطق الغربية ما بين 17 18 درجة على السواحل الغربية وأيضا المناطق الداخلية الغربية وصولا إلى المناطق الجنوبية الغربية ومنطقة الصورة أيضا المناطق الوسطى والمناطق الداخلية والهضاب العليا سنسجل درجة حرارة ما بين 12 إلى 13 درجة المناطق الشرقية الساحلية والمناطق الداخلية إلى غاية شمال الصحراء والواحات سنسجل ما بين 10 إلى 11 درجة 16 إلى 17 درجة على شمال الصحراء والواحات وصولاً إلى غرداية والمنيعة كأقصى حد على ولاية أدرار ولاية تندوف وبالإضافة إلى تمرس برج بجي مختار وعين صالح سنسجل ما بين 24 إلى 25 درجة فبعض بعض المناطق الحدودية مع دولة مالي ستصل درجة الحرارة إلى 30 درجة ولاية ليزي وجنات ومرتفعات الهجار وترسلي سنسجل ما بين 15 إلى 17 درجة بحول الله تعالى نمر معكم إلى الرياح ستكون في الموعد على كل السواحل الغربية والوسطى وأيضا بعض السواحل الشرقية إذا سرعة تاتي الرياح قد تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة وبعض الرياح أيضا ستهب على شمال الصحراء والوحات المناطق الجنوبية الشرقية وصولا إلى غردايا والمنيعة وولاية أدرار ما يؤدي إلى تطاير لبعض الرمال سرعة الرياح قد تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة بحول الله تعالى نذكر آه للصيادين آه متابعينا الكرام للملاحة والصيد البحرية البحر سيكون هادئ على شواطئ ولايات الطارف عن نابه ولاية سيكون مضطرب على شواطئ ولاية بجاية جيجل وايضا مناطق تيزي وزو الى غاية الجزائر العاصمة ايضا بحر مضطرب على آه مناطق آه والمدن الساحلية تيبازا وايضا ولاية شلف وصولنا مستغانم وهران عايتي وشنت واتلمسان اذن كل الخير نتمنى للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته